الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مستمعي الكرام، أعزائي الشباب، لابد لكل حركة يقوم بها الإنسان في الحياة أن يكون من ورائها هدف، وهذا مبدأ حركي في الحياة ومبدأ فكري ينبغي أن نؤسس أبناءنا جميعا عليه. فكل حركة في الكون محسوبة على ابن آدم، لكنها حينما تكون حركة مدفوعة بهدف نبيل فإن هذه الحركة تكون في مصاف الحركات التي يحمدها الحق تبارك وتعالى ويثيب صاحبها عليها. أما أن تكون الحركة مدفوعة بهدف سيء وهدف خطير كما تسعى إليه الصهيونية فإن ذلك ما لا ينبغي أن يكون أبدا. هنا أعزائي الشباب، أقف بكم على حركة الصهيونية التي تهدف إلى تحقيق أطماعها في عالمنا الإسلامي. ولذلك كرست لكم هذا الدرس من هذه الوحدة تحت عنوان أهداف الصهيونية. فما الأهداف التي تضنو إليها نفوس الصهاينة؟ إنها أهداف كثيرة، لكنني أؤكد على هدفين أساسين، الهدف الديني وكذلك الهدف السياسي. إنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا. فالهدف الديني هو الأداة التي تحقق الهدف السياسي، أو إن شئت فقل كلاهما معا يحقق الهدف العام الذي تسعى إليه الصهيونية العالمية. ذلك أن هناك هدفا عاما تسعى إليه الصهيونية، ألا وهو السيطرة على العالم وبناء دولة إسرائيل الكبرى في فلسطين. هذا هو الهدف العام. أما عن الأهداف الدينية فهي كثيرة متعددة، ولكن قبل بيانها أؤكد على أن المقصود بالهدف الديني هو بناء مفكري الصهيونية هذا الأساس في قلوب أبنائهم وفي نفوس أتباعهم، ليؤكدوا على أن انطلاقهم وحركتهم إنما هي من واقع دينهم وعقيدتهم. لذلك يحاولون بناء أفكار داخل العقلية أو الذهنية الصهيونية انطلاقا من نصوص الكتاب المقدس المزعوم. من هنا نأخذ هذه الأهداف. الهدف الديني الأول هو إثارة الحماس الديني لدى اليهود في جميع أنحاء العالم لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة. ذلك أنهم يريدون أن يبنوا أفكار أبنائهم على أساس ديني مزعوم كما أقول، لهدف عام وهو السيطرة على العالم وبناء دولة إسرائيل الكبرى في المنطقة. الهدف الثاني الذي يريدون غرسه أو الصورة الثانية التي تؤكد على أهدافهم الدينية، حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية. ذلك أن هذه الأحكام والعقائد والتشريعات إنما هي من صنع الحاخامات التي تؤكد على تحقيق هدف سياسي. أيضا من بين أهداف الصهيونية الدينية إثارة الروح القتالية بين اليهود والعصبية الدينية والقومية لهم. تلك باختصار شديد أهداف الصهيونية الدينية، وهي كما تشاءون أو كما ترون وتستطيعون أن تحكموا بأنها مدعاة إلى تحقيق الهدف السياسي. فماذا عن الأهداف السياسية التي أرادت الصهيونية أن تحققها في عالمنا الإسلامي؟ الأهداف السياسية إذن تبدأ بالتعاون مع الاستعمار. ذلك أن الصهيونية التي تنفث سمومها في كل أداة من أدوات الاستعمار، الماسونية والعولمة والعلمانية والقومية، كلها صور تتحرك من تلك الأفكار الصهيونية والتي تعمل على تحقيق أطماعهم العامة، تحقيق أهداف سياسية في العالم الإسلامي. أيضا من بين تلك الأهداف السياسية السيطرة على العالم كما أقول وكما قلت، هذا هو الهدف العام الذي ترنو إليه العقلية والذهنية الصهيونية. كذلك من بين تلك الأهداف محاولة تهويد فلسطين. انظر إن تهويد فلسطين
يهيئ للصهيونية العالمية الحصول وبأدنى تكلفة وبأقل تكلفة على أرض فلسطين الحبيبة. ذلك أن الصهيونية إن استطاعت أن تغرس فكرها اليهودي في أبناء الأمة الإسلامية في فلسطين فإنها ببساطة شديدة تتملك البلاد والعباد، لكن هيهات لها هيهات. ذلك أن الأمة الإسلامية ذات قلب نابض وإيمان بالله واجد. أيها الشباب، انظر إلى الهدف الثاني، إنه تدوير الكيان الإسرائيلي في فلسطين عالمية، في فلسطين عالمية. ذلك أن الصهيونية تعمل على غرس فكرة الضعف والاحتياج والعوز إلى كل دول العالم، فتعمد إلى مبنى، فتعمد إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى كل حكومات العالم، وخاصة من يملكون صناعة القرار ومن بين أبناء جلدتهم الصهيونية التي تعمل على تكريس فكرة أنهم شعب مضطهد. ومن هنا إذا استطاعوا أن يدولوا الكيان الإسرائيلي عالميا ملكوا صناعة القرار، وهذا ما يسعون إليه كوسيلة من وسائل التحقيق، إن شئت فقل الهدف السياسي. أيضا من تلك الأهداف السياسية متابعة وتنفيذ المخططات. نعم، هم يأخذون القرار الداخلي ويفتشون ويؤسسون ويخططون سياسيا وسرا بكل ما أوتوا من أسرار السرية، ولكنهم لا يتركون أفكارهم تسير هباء أو تتلاشى سدى، وإنما يسعون إلى تحقيقها وتنفيذها خطوة خطوة لتحقيق أطماعهم وتحقيق أهدافهم. أخيرا، من بين تلك الأهداف السياسية توحيد وتنظيم جهود اليهود في جميع أنحاء العالم. لك عزيزي الطالب أن تعلم ضرورة وحتما أن تفهم أن اليهودية ليست فقط هي تلك التي تعيش على أرض فلسطين وعلى أرض ليست لها فيها الحق، وإنما اليهود منها اليهود الداخل ومنها يهود الخارج. أما يهود الداخل فهم الذين يعيشون في فلسطين، وأما يهود الداخل الخارج فهم أولئك الذين يعيشون في كيان العالم كله، وهؤلاء يدرون ويعطون ويقدمون كل ما يملكون لأخوانهم الفلسطينيين، أي أقصد اليهود الفلسطينيين الذين عاشوا هناك أو الذين يعيشون في قلب وطن الإسلامي العظيم. ومن هنا أعزائي الشباب نستطيع أن نقول إن الهدف العام الذي تسعى إليه الصهيونية قد كرست له هدفان أساسيان، الهدف الديني والهدف السياسي. فماذا عن بقية ما ينبغي أن تعلمونه من ذاك الكيان الصهيوني في ربوع بلادنا الإسلامية؟ هذا ما ستنبئ عنه الصفحات التالية.